شكرا معلقنا الكابتن عزب الشرباجي. اذا انتهت احداث المباراه دور ال 16 كاس مصر للرجال لكره الطائره بفوز النادي الاهلي على طنطا 3-0 في مباراه النادي الاهلي تسيدها منذ البدايه الى النهايه. قبل ما نتناول المباراه طبعا في تحليليا كابتن كريم برحب بيك مره ثانيه. اهلا بيك كابتن هيثم. كابتن كريم المباراه زي ما حضرتك توقعت، يمكن في البدايه طبعا بنقول مبروك نادي الاهلي هارد لك طنطا، بس المباراه كانت ماشيه في طريق واحد وقلت ان صعب يحصل مفاجاه النهارده. أكيد طبعا، يعني مبروك للنادي الأهلي طبعا. المباراة كان وان سايد جيم للنادي الأهلي. بدأنا الشوط الأولاني زي ما قلنا وتوقعنا بالقوة الضربة، كابتن أحمد صلاح، عبد الله عبد السلام، نائب المحترف الأمريكي أحمد عبد العال، محمد رمضان ليبرو، محمد عادل في مركز ثلاثة، هو ومحسن. فيمكن الشوط الأولاني قدرنا إن احنا نتغلب على نادي طنطا بنتيجة 25-11، الشوط الثاني 25-10، الشوط الثالث 25-15. طبعا من مكاسب النهارده المباراه عوده احمد قطب بعد غياب طويل طبعا الاصابه، فان هو اول مباراه رسميه ليه، اول مباراه رسميه لاحمد قطب، طبعا نقول له حمد لله على السلامه ان شاء الله ان هو يكون اضافه قويه للفرقه في المباريات الباقيه. طبعا كابتن محمد مصطلح النهارده قدر ان هو يشرك الفرقه كلها النهارده، يمكن حمزه الصافي النهارده يشارك، يوسف مرجان، فيمكن النهارده برضو من مكاسب المباراه ان احنا شاركنا كل العناصر، ان احنا خلاص قدرنا نقف على الـ على الـ على الجاهزيه البدنيه والفنيه للعيبه كلها قبل مباراه الدور قبل نهائي الدوري ان شاء الله. وسعودي بتالي اول مباراه ليه برضو بعد الاصابه؟ طبعا يعني برضو سعودي النهارده اول مباراه بعد الشرخ اللي كان في صباعه، برضو كابتن محمد مصطلح قدر النهارده ان هو يطمن على حالته الفنيه برضو. فالنهارده من مكاسب المباراه للنادي الاهلي ان هو قدر يشرك اللعيبه كلها النهارده تكون جاهزه ان شاء الله لمباراه الدوري باذن الله. يمكن كابتن محمد مصطلح ميدو قسم المباراه تقريبا بالنص، يعني يمكن في الشوط الاول لعب بالقوه الضربه، اول الثاني برضو لعب بالقوه الضربه عند النقطه 18 او 17. في الشوط الثاني اجرى التبديلات وتغييرات حضرتك مشكورا تفضلت وذكرتها، وكمل الثالث بالتشكيل او الولاد الصغيرين مع الناشئين مع المجموعه اللي كانت نزلت بعد كده، وهو يمكن ما حاولش يغير يعني برضو فضل عليهم والنتيجه مشت كويسه، فده احد المكاسب حضرتك بتقول ان هو شارك كل اللعيبه. طيب النهارده في غياب ثلاث لعيبه عبوا ايضا احمد سعيد وعصران، شايف شكل الفرقه ازاي في عدم وجودهم يا كابتن؟ طبعا يعني اذا كان احمد سعيد او عصران او عبوا من العناصر الاساسيه والقوه الضربه للنادي الاهلي، بس يمكن النادي الاهلي عنده توليفه او عنده سكواد لا قوي جدا، يعني انت ما بتقدرش تقول مين احتياطي ومين اساسي. لا، اي حد بيشارك بيأدي الدور اللي عليه وبيكون على قد المسؤوليه. يمكن النهارده حمزه الصافي مباراه بعد اخرى عنده ثقل في ملعب عبد الرحمن الحسيني، يوسف زياد اسامه. فيمكن انت يعني معدل السن النهارده في الشوط الثاني او الثالث انت بتتكلم في اقل من 25 سنه، فالنادي الاهلي ما بيتاثرش جامد بالغيابات. طبعا هنبقى محتاجينهم طبعا في المباريات القادمه. نعم. فيمكن النهارده من مكاسب المباراه ان عوده اللعيبه المصابه، استكمال اللعيبه اللي هترجع ان شاء الله بعد الاستشفاء ان شاء الله من فيروس كورونا، هنبقى جاهزين باذن الله لمباراه الدور قبل النهائي للدوري ان شاء الله. هل في حد ما شاركش في القائمه النهارده يا كابتن؟ لا، يمكن النهارده الفرقه ككل النهارده كلها يوسف شارك؟ حسام يوسف ما كانش في القائمه، يعني عبد الله عبد السلام اللي راجع القائمه فعلا هو ما كانش فيها، بس كله شارك، جارد شارك، عبد الله عبد السلام، احمد صلاح، عبد الرحمن سعودي، طبعا عصران مرة، عبد الرحمن الحسيني، محمد معوض، محمد عادل، احمد عبد العال، يوسف مرجان، محمد ابو محسن. محمد ابو محسن شارك كله احمد قطب، زياد اسامه، حمزه الصافي، كله شارك، كل ال 14 لعيب اللي كانوا النهارده في القائمه النهارده كلهم شاركوا. يمكن كابتن محمد مصطلح قدر ان هو يقسم المباراه نصين، الشوط الاول والنص الثاني، والنص الثاني من الشوط الثاني والشوط الثالث ان هو يلعب العناصر كلها. يمكن المباراه النهارده يعني ساعدته ان هو يقدر يشرك اللعيبه كلها، السكور طبعا كان كبير، فرق كبير جدا النهارده، فان هو قدر النهارده ان هو يشارك اللعيبه كلها عشان يقف على الجاهزيه البدنيه والنفسيه والفنيه للعيبه ان شاء الله. احسنت يا كابتن. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل، في الفاصل هنستقبل كابتن محمد السلعاوي نجم نجوم كره السله. انتوا عارفين طبعا حضراتكم ان بعد لقاء الكره الطايره زي ما حضرتك شفتوا في الملعب بيجهزوا الملعب لمباراه كره السله الاهلي وسموحه، هينضم لنا كابتن سلعاوي الاستوديو لاول مره هينقسم الكره الطائره. كابتن كريم مكمل معانا وهنكمل تحليلنا على الكره الطائره، وهخش معانا كابتن محمد السلعاوي وهنبتدي نسخن كده بقى للمباراه القادمه في كره السله. انتوا عارفين النهارده يوم جميل، يوم ممتلئ بالاحداث. خلينا نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا ولكن بعد الفاصل.